حياكم الله شباب، وياكم مصطفى من قناة الأصفر جيم. فيديو اليوم ندخل بتفاصيل العرض اللي طلع من لعبة باتل فيلد 2042 والشخصية اللي طلعت ومعلومات عن الهازارد زون والجيم بلاي اللي تسرب قبل الأيام. فخليكم ويا الفيديو بس للنهاية، بس لا تنسونا من الاشتراك واللايك ولا تقصرون يانا بالنشر. المعلومات اللي نزلت بهاي الفترة قسم منها صراحة يحمس، وقسم منها لا ممكن يزعل، واكو ناس فعلا زعلوا من هاي الاشياء والتسريبات اللي طلعت. فراح نشوف معلومة معلومة ونشوف شنو الاشياء اللي تحمسنا وشنو الاشياء اللي منزعجين منها، ونتمنى انه تكون هاي مو صحيحة الاشياء اللي منزعجين منها. طبعا اول شيء نحكي عن الفيلم اللي نزل طوله 9 دقائق وهو اللي شغال بالخلفية حاليا. ما راح نشرح عن كل الفيلم، بس راح نحكي عن الاشياء المهمه بهذا الفيديو. هنا دايس بينه انه شلون العالم وصل لهي المرحله في سنه 2042، واهم نقطه انه جماعه النوبات وجماعه الاوزي بيناتهم مشكله، وهم يعتبرون ذول اقوى جماعتين بعد انهيار الحكومات واغلب الدول تفلشت، فبقت هي حكومتين امريكا وروسيا هن القويات، وبعدهم يجون النوبات والاوزي يمتلكون اسلحه كلش هوايه، يمتلكون معدات كلش هوايه، وكذلك عندهم فلوس يقدرون هاي الامور يتحكمون بها. صارين كانما مثل حكومات منفرده بس ما تحكم بلد معين، وانما لا مجموعه ناس ومنتشرين بالعالم. وهنا رجعنا لشخصية شخصيه من الجزء الرابع، اللي منكم لعب الجزء الرابع وبالنهايه كانوا يخيروك من تموت ايرش لو البنيه، وما نعرف شو اختارت وقت تذكرونا بالتعليقات. انا وقتها اختارت انه ايرش يعيش والبنية تموت، لأن ايروش كان يعني من البداية وساعدنا، وإنما البنية كانت هي مشكلة بعد وهو بلدها مسوي هاي المشاكل فتموت أفضل. وبهذا الفيديو عرفنا إنه ايروش هنا من السبيشالست اللي راح ينزلون بداية اللعبة، وعنده خاصيتين. الأولى هي بناء السواتر مثل ما موجود بباتل فيلد في، إنه تقدر تبني سواتر، فهنا ايروش يقدر يبني سواتر، طبعا مو بكل مكان ولا يقدر يبني هواية، وإنما ساتر بمسافة معينة ويوقف فيه. والخاصية الثانية هي نظام الـ ABS، مانع القنابل والمتفجرات. هذا كان موجود بباتل فيلد 4 بس باتل فيلد 5 كان ما موجود، أو نفسه موجود بالوار زون اللي يستخدموه يحطوه على مركبة أو مكان معين ببيت. هذا شغلته إنه يمنع المتفجرات ويمنع القنابل وحتى القذائف اللي تجيك، فإذا تستخدمه بمكان معين تخلي على دبابة، تخلي على حتى على الطيارات يرهام، تخلي بالقاع أيضا يحميك من أي قنابل أو أي متفجرات ممكن جاية عليك. والخاصية اللخ عنده هنا أنه يقدر يخلي دروع، بس هنا الخاصية مو موجودة دائما، وإنما الخاصية لا، هنا كل ما تقتل أعداء راح يصير عندك دروع، مو رأسا، وإنما لا من تقتل عدو يوقع من عتاد، من تبدي تجمع العتاد راح يصير عندك دروع، فهنا تقدر تستخدمها، وهنا يصير عندك الشخصية أقوى ممكن تحمل طلقات أكثر. وبنهاية الفيلم شوفوا ان ايرش دعا كل النوبات انه للقتال بعد ان صاروا كتله وصاحبه، فهنا وصلون لمرحله انه شلون العالم وصل لسنه 2042 وليش النوبات قاموا يتحاربون ويا الحكومات وهاي المشاكل اللي صارت. وهاي تقريبا اهم المعلومات اللي شفناها بالفيلم، فانتم شنو رايكم وشنو المعلومه اللي شفتوها مهمه اذكرناها بالتعليقات. وباليومين السابقة طلع تسريبات عن فيديوهات عن طريقة اللعب والقتال بباتل فيلد 2042، والصراحة اللي احنا كنا يعني انصدمنا من هذا الفيديو، اذا كان هي صدق هاي اللعبة يعني كانت الفيديو مخيبة من كل النواحي، من ناحية القتال، من ناحية حركة الجندي، من ناحية الرسومات، من ناحية الخريطة اللي اغلب الاوقات تلقاها فارغة. وما راح اقدر اشارك هنا على القناة طبعا، لان هاي الفيديوهات هي اصلا ممنوع احد ينشرها، وهواي ناس من شافوها طبعا تعصبوا وصار فيدباك سيء على الشركة. بس طلعت ناس قالوا لا هاي مو هي الفيديوهات اللي الحقيقيه اللي لعبوها، انما هذه مثل ما يسموها تيزر قبل حتى الالفا، مثل توم هندرسون هذا معروف تغريداته الموثوق على باتل فيلد، قال هاي اللي طلعت انه عباره عن تيزر قبل حتى ما يسوون الالفا، وانما هذا يعني نقول من ايام التريلر الاول كان موجود هذا الشيء، وهسه بالعكس اللعبه تطورت كلش هوايه وصار بها اختلاف. واكو مجموعه يوتيوبريه ايضا شافوا اللعبه، طبعا قسم جربوها وقسم لا، بس مجرد شافوها قالوا اللعبه تختلف تماما عن هاي الفيديوهات اللي طلعت، لا صارت احسن بهوايه، وطريقه القتال مختلفه، الخرائط حسنوا بالرسومات مالتها، واحنا نتمنى هذا الشيء لان ما نريد انه الاعلان والحماس والناس متحمسه تطلع شكل وبالاخير تطلع اللعبه شكل اخر ويكون صدمه مثل ما صارت باتل فيلد 5. بالبدايه كانت الاعلان مالتها حلو والناس تحمست لها، بس من نزلت اللعبه لا كانت كلها مشاكل واستمرت مشاكلها لحد الان. وهسه ندخل على تسريبات الهازارد زون. قالوا انه الهازارد زون مثل باتل رويال ومو مثله،
يعني شلون هنا مو بالضروره انه تقتل كل الناس الموجوده حتى تفوز بيه، لا، وانما ممكن ينطوك اهداف معينه، مثل انه تنقذ شخص معين او تروح تحرر منطقه معينه او مجموعه لوت لازم تروح تجيبه. فهنا يصير مو مثل باترول، وانما من تكمل هذا الهدف اللي طوكيا تروح تسويه لازم ترجع تطلع من هذا المكان، وهنا راح يصير الاكشن انه الناس اكيد راح كلها تعرف انه هذا الشخص كمل المهمه اللي يريد يسويها وراح يطلع، في احتمال يبين على خريطة وتبدي هنا الأكشن. شلون الناس تطاردك وشلون يبدي مرحلة القتال. وهم الهازر زون لحد الآن متحفظين عليه الشركة، مدى يقبلون أي معلومة ينطونها، وإنما كل هاي معلومات بين تسريبات بين ناس تكهن أنه الهازر زون راح يكون بهالطريقة، بس الشركة لحد الآن ما انطت أي معلومة وما عارف ليش متكتبين لحد الآن. وش وقت ممكن يطرحون معلومات يعني يخلون هذا ينزل اللعبة؟ لو ممكن بالفترة الجاية ممكن ينزلون فتشي عن الهزر زون حتى يخلون الناس دائما متحمسة، وتعرفون بالتصفيض من يصير عليها اعلان تبدي التسريبات مالتها من اول يوم الاعلان الى ما تنزل اللعبة وصير واقع، ظل تسريبات مستمرة وكل واحد يتكهن شكل. بس احنا ننتظرين انه الاخبار الموثوقة تجي من الشركة او من المسربين المعروفين، لانكم يعني مجموعة مسربين لا يعني اخبارهم موثوقة وتطلع مضبوطة على اغلب 100% تطلع موثوقة. فمنتظرين يعني هو هذا الهزر زون مثل ما قلنا الشركة لحد الان اي معلومة تقبل تنطع عليها، وهواية اسئلة جتهم والشركة ما قبلت تنطع اي معلومة، ننتظر ونشوف شنو المعلومات اللي راح ينزلوها عليها. ولهنا نوصل نهاية الفيديو، هاي المعلومات اللي متوفرة لحد الان، اتمنى استفدتوا من عندها. بس لا تنسون اللايك والاشتراك ولا تقصرون يا من النشر. شكرا على المتابعة. Start this war. Millions of no-pads will die in the crossfire. The price we pay for a new world. No! So will I. Only one way to stop this war. And that's to get in the middle of it. Put a call out to any notepad who will listen. 36 hours to Doha. Get ready to fight!